نرحب السيدة أوديل جنو باسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشريك الرئيسي لمحور الطاقة ببرنامج نوفي، وأدعوها لإلقاء كلمتها. Allow me to welcome EBRD President Madame Odile Renaud-Bassou for her speech. Thank you very much and it's really a pleasure. يسرني سرورا عظيما ان اكون معكم هنا اليوم. اود ان اشكر حكومه جمهوريه مصر العربيه لدعوتي ان اتحدث عن التقدم المحرز بشان محور الطاقه تحت منصه نوفي، واود ان ارحب بكل الحاضرين سعاده السيد رئيس الوزراء وسعاده الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء وسعاده الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، وارحب بجميع الحاضرين. يسرني ان ارى الكثير من الشركاء حاضرون هنا اليوم في القاعه، واود ان اعرف عن تقدير العميق للدعم المستمر لمنصة نوفي. أود أن أبدأ بتقديم التهنئة لجمهورية مصر العربية. إنكم تحدثون انتقالا وتحرزون بالفعل نتائج فعالة وحاسمة. منذ عام مضى وكما سمعنا التزمت مصر بأن تنتج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وذلك بتكلفة 10 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة. وبذلك التزمت مصر بأن توقف أيضا المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري التقليدي، وهذا الالتزام في حد ذاته يعتبر جريئا ويحدث تحولا ويتوجه نحن المستقبل. فالاقتصاد المعتمد على الطاقة الخضراء أكثر تنافسية وأكثر مرونة، ويدر مزيدا من فرص العمل ويجتذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. مثل هذه الاقتصادات أيضا تعتبر من اللاعبين الرئيسيين التي تعتمد على التكنولوجيات النظيفة، والتي يمكن أن تسهم إسهاما فعالا في تدفقات الاستثمار الدولية وسلسلة القيمة الدولية. إن مصر في أفضل موقع يسمح لها بإحداث هذا الانتقال، وذلك لما تتمتع به من مصادر استثنائية للشمس والرياح. في الواقع إن عناصر الانتقال الأخضر من السياسات والدعم الفني والتمويل جربها الكثيرون، لكن الفكرة هو أنه لكي تؤتي هذه التدابير أثرها المستدام لابد أن يكون هناك تنفيذ فعال، ولهذا فإن نوفي تعتبر عاملا حفازا وحاسما في هذا الأمر، لأن في الواقع محور الطاقة في نوفي يتسم بأنه يعتبر نهجا شاملا لتحدي الطاقة، وفيه الكثير من العناصر الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنه يشمل الكثير من اللاعبين الرئيسيين وأصحاب المصلحة، ومنها المقرضون الدوليون والمستثمرون واللاعبون من القطاع الخاص وشركاء التنمية من العالم، بالإضافة إلى البنوك متعددة الأطراف الدولية، والأهم من ذلك أهم صناع القرار على المستوى الوطني. بعد عام من التنفيذ في محور الطاقة في منصة نوفي، يمكن أن نقول أننا فخورون بالنتائج، ومصر في الواقع حققت خطوة هامة من خلال تحديث مساهمتها المحددة الوطنيا، وبعد أن جددت تاريخ الالتزام من 2035 إلى 2030. في الواقع إنتاج الكم الهائل من الطاقة المتجددة قد حشد أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، ومصر أيضا تحرز تقدما، وذلك من خلال خطتها المزمع، من خلالها إيقاف المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وفي الواقع مصر لديها أهداف أعمق من ذلك بكثير وتزمع على تحقيقها، وهذا يمكن أن يشكل قصة ملهمة للاعبين الآخرين، وذلك يؤكد على أن التحول الأخضر يكمن في القلب من التنافسية والتحول الأخضر في العقد القادم. أود أن أشكر جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية الذين أرى كثيرا منهم ممثلين في هذه القاعة، فمعا حشدنا 1.5 مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومنح
المنح، وهذا أطلق العنان للكثير من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وهذا من شأنه أن يضمن الانتقال العادل. في الواقع وقعت مصر اتفاقها الأول مع جمهورية ألمانيا للتحدي بشأن تعزيز هذه الانتقال إلى الطاقة الخضراء، وهذا من شأنه أن يعمل على مزيد من توطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف الخضراء. محور الطاقة في مظلة نوفي، نحن نعتمد الكثير من مبادئ التمويل العادل. في هذه الفعالية من العام الماضي قلت أن محور الطاقة يشكل خطوة تحول في محور الطاقة في مصر، ويمكن أن يشكل إلهاما لكل الدول الأخرى. في الواقع إصلاح هذا القطاع في الدولة والانتقال نحو الطاقة الخضراء سوف يتم إلقاء الضوء عليه خلال مؤتمر الأطراف 28 كقصة ملهمة لسد فجوات التمويل في الاستثمار الأخضر. سوف يكون هناك من خلال أيضا حلقات النقاشية نوفي أعلنت عن نتائجها، وسوف نقدم كل الإسهامات اللازمة إلى محور الطاقة تحت منصة نوفي. شكرا جزيلا.